لك يا حياتي عشت حرق اسناني. حضر لك مفاجأة بتطير العقل. شو المفاجأة؟ أول شي بدي أقول لك مبروك لأنك أخذتي دكتوراه بعلم الأثر. إيه شفت شو شاطرة؟ هاي أول شي. تاني شي حياتي أنا نطرتك 7 سنين لأخذت هالشهادة. ما عليها حياتي، ما كمان الشهادة حلوة. صار لازم هلأ نتجوز ونخلص بقى. مشان هيك اشتريت لك بيت. اشتريت لي بيت؟ شوفي. شو حلو؟ هيدا مش بيت، هيدا حلم. صح، هيدا حلم كل وحدة حياتي بيعقد. ما ياهاي، لا ما بصدق. ملا حجر، هيدا حجر رملي صح؟ طبعا. ما معقول. بعدين هيدا أسري، هيدا منو جديد. هيدا شفتي بيب وبيطلع على البحر. شو بيطلع على البحر؟ ما في حدا يسكر بيبي بيعقد حياتي بيبي. بس تعرف شو؟ شو كان بده تفصيل صغير هالقد قده هالقد شو هو؟ بيصير بحقد، بيصير حلمي، عن جد بيصير حلمي. بتعرف انا كيف بحب البيت؟ يكون له قرميد احمر. يه لك ما له قرميد، اطلع شوفي. اه انت عم تحكي على هيدا البيت؟ ايه. مش عن هيدا؟ هيدا؟ حياتي هيدي قلعة جبال. واذا؟ ليه ما اخذتها؟ حلم قصار؟ بيقولوا ما بينقلوا ايه؟ عادي عادي عادي. مش ما اخذنا الماء. تعال تعال تعال. ماشي 3 دولار.